احتفلت الكنائس الأرثوذكسية في الأردن بعيد الغطاس حسب التقويم الشرقي، حيث شارك أبناء الرعاية من مختلف محافظات المملكة بهذا اليوم المقدس الذي التأم فيه المؤمنون في الضفة الغربية. إلى المزيد في هذا التقرير. أنتم الذين بالمسيح كل عام يلتئم المؤمنون بإيمان مستذكرين أحد أهم الأسرار المقدسة. هناك على ضفة نهر الأردن الشرقية موقع معمودية السيد المسيح، حيث ظهر الروح القدس على هيئة حمامة وانطلقت بشرى الخلاص للعالم أجمع. أبناء الكنيسة الأرثوذكسية أحيوا الاحتفال بعيد الغطاس في كنيسة القديس يوحنا المعمدان للروم الأرثوذكس في المغطس، وذلك بقداس احتفالي ترأسه سيادة المتروبوليت فينيديكتوس متروبوليت فيلادلفيا بمعاونة الآباء الكهنة وبحضور وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسة وجموع المؤمنين من كافة محافظات المملكة. وبعد ختام رتبة الصلاة وقراءة الإنجيل المقدس ومباركة الماء، قام سيادته برش الماء المقدس مباركا به المؤمنين. وتقبل السيد بفرح. هذا اليوم أرسل صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقدسة أورشليم بركاته من القبر المقدس كيريوس ثيوفلس الثالث ليكون معنا في هذا اليوم المبارك، صاحب السيادة المتروبوليت فينيديكتوس وأيضا صاحب السيادة رئيس سقفة فيلا المطران فيليمونوس الذي تعذر بسبب السفر، لكنه هو أرسل صلواته ودعواته إلى جمع المؤمنين المتواجدين معنا في هذا المكان المقدس. من هنا انطلقت رسالة المسيح الخلاصية، من هنا انطلقت البشارة لتسكن في قلب كل إنسان نال الإيمان ونال النعمة حتى يكون مخلصا بنعمة الرب يسوع المسيح. ظهر لكي يلبسكما الحلة الأولى. كل هذه الأعياد عم بتتم من وحي السلام اللي عم بنعيشه في هالمنطقة تحت ظل جلالة الملك عبد الله أبو حسين، يلي هو عم بيعطينا هالأمن والسلام من خلال جيشه يلي عم بيحافظ على هالبلد. فكل سنة وانتو سالمين. اليوم يعني باحتفال المغطس على نهر الأردن، الحمد لله تم الاحتفال. هذا الاحتفال يعني يقدس التاريخ قبل حوالي 2000 عام لما تم إعماد سيد المسيح على نهر الأردن. إن شاء الله دائما الأردن تكون باحتفالات، ونفس الوقت أحب الزمن مع عيد ميلاد سيدنا، فكل عام هو بخير والوطن والجميع بخير. وعلى ضفتي النهر التقى المؤمنون لرمي الصليب المقدس منشدين ومرتلين باعتمادك يا رب في نهر الأردن. ظهر السجود للثالوث لأن صوت الآب تقدم لك. ظهرت السجدة للثالوث.